عم برسم لون الأحلام والحلا فيها مكتوب عسطور بتكتب أيام لدمعة تحكي ولغروب عم برسم لون الأحلام والحلا فيها مكتوب عسطور بتكتب أيام لدمعة تحكي ولغروب عم بحكي قصة وجع قطر الفرح ما بينشم شريان الوفا انقطع وبينطر حنان الام عم بحكي قصة حنين مرسومي بكتاب الهم مزروعة بهوى تشرين واسقيها حنين الدم لولا حبك الأوفى ما كان العشق انكتب من دونك صرت المنفى اشرب من كاس التعب لولا حبك الأوفى ما كان العشق انكتب من دونك صرت المنفى اشرب من كاس التعب عم بحكي قصة وجع قطر الفرح ما بينشم شريان الوفا انقطع وبينطر حنان الام عم بحكي قصة حنين مرسومي بكتاب الهم مزروعة بهوى تشرين واسقيها حنين الدم أنا ليلى أنا بكون الصديقة المفضلة عند أم كندا أنا وياها كنا كتير أصحاب كنا نحكي كل شي لبعض كانت تحلم إنه تتجوز نبيل وتخلف منه صبيان وبنات وتربيهم وتعلمهم بس للأسف حلمها كان كتير قصير للأسف كمان أنا بكون بنفس الوقت مرت عمكم كمال وندى هي اللي اختارت إنه يكون جوزي حتى نضل قراب من بعض لما أخذتكم نجوى وهربت كرهتها حقدت عليها كتير كان كل همنا كل هالسنين إنه نلاقيها ونحطها بالحبس ما كنت بتخيل ولا يوم من الأيام إني أعتذر منها ولا يا نجوى كان معك حق أنت كنت مفتحة أنا وندى ونبيل كنا كلنا عميان أنا مش جاي أطلب السماح لك كمان لأنه ما بتسامح أبداً على اللي عمله بس جاي أقول إنه نحن أهل واللي صار جريمة جريمة كتير كبيرة ولا أنا ولا ابن أمير اللي بحب هالبنت الحلوة إلنا علاقة بجرائم كمال ليش مين لامك أوعيتها بك ليلى؟ بهداك الوقت لو شو ما حكيت شو ما قلت ما كنت رح تصدقيني وتكذبي جوزك معك حق كنت كل حياتي مخشوشة فيه فكرته زعلان ومقهور على خيه كل حياته كمان العاصي ما بهمه شي بهالدنيا إلا المصاري ومصلحته أنا رح أترك البيت مش حقدر أعيش معه بعد الظلم اللي ظلمه لبنات ندى ولنبيل ولقلك كمان أنا ما قرب صوبي ليلى بكفي قتل جوزك ويتم ابنك بس أنا بدي ضل حدكم بدي ضل شوفكم أنتوا غاليين على قلبي أهلا وسهلا فيك مرت عمي تجهزات اللي بدك عبيتي
نحن ما عنا أي شيء ضدك أو ضد أمير، بالعكس أنتوا ضحية مثل نبيل وسلمى وهنادي. تأخرت كتير هنادي. روقي يا مريم، البنت رايحة تشوف بيا وإختها، شي طبيعي تتأخر. شو رح تقضي الليلة رايحة جاية؟ خد التليفون واتصلي فيها. أخر الوقت كتير، والبنات مبين عليهم كتير تعبانين، لازم يرتاحوا. بكره رح ارجع اشوفكم، في بيناتنا بعد كتير حكي. انتبهي على حالك ليلى، وانتو كمان انتبهوا على حالكم. كيف صرتي حبيبتي؟ كيف حاسي حالك هلا؟ أمير بيكون ابن عمي؟ أمير هو ابنه للرجال المجرم اللي وصلنا لهون؟ بعد في شي أنا لازم أعرفه؟ بعد في شي مخبى علي؟ ليش عم بعرف الأشياء بالتقسيط؟ وكل يوم بتعذب أكتر من يوم؟ ليش كل ما اقول انه انا ارتحت من العذاب وارتحت من اللي انا فيه بيطلع لي شي جديد؟ بعد في شي انا ما بعرفه؟ بعد في شي مخبى علي؟ تعبت، والله تعبت، ما بقى في اتحمل اكتر من هيك. يمكن معك حق بكل شيء قلتي، يمكن كان لازم من الأول نخبرك كل شيء، بس خوفنا عليك بالتعب اللي كنت فيه خلاني ما أقدر أحكي. كنت خايف، كنت خايف عليك كتير حبيبتي. بكير، لشو لا ترجعوا على البيت؟ انطروا لا يطلع الضو. في عارف وين كنتوا ولا سر؟ ما شفتوا كم مرة دقيت لكم واتصلت فيكم؟ ليه ما كنتوا عم تردوا؟ وين كنتوا؟ ليش مين حضرتك يا استاذ حتى نرد عليك؟ مين حضرتي؟ مين حضرتي؟ أنا جوزك يا مدام. كنت جوزي، بس لما عرفتك على حقيقتك ولا يمكن إني نام حدك على نفس الدخت. ولا يمكن انك تكون جوزي، واذا فيك كرامة وشرف بتطلقني هلا. شو؟ وانت كمان ما بدك تنام معي بالبيت؟ ليه خير؟ شو عرفتي عني يا مدام؟
بدك تعرف شو عرفت عنك؟ والله يا ريت. اللي كان بالمستشفى هيديك الليلة لما تركت الضيعة ونزلت لتتعرف عليه كان خيك نبيل ولا لا؟ انت شو عم تحكي ليلى؟ شو عم تحكي؟ عم بحكي عن خيك نبيل اللي كان فاقد الذاكرة لما نزلت على المستشفى. كانت ايام فوضى وحرب يا سيد كمال. انت عشو عم تحكي؟ انت حكي جنيتي؟ انا جنيت لما قبلت فيك ولما صدقتك وعشت معك بنفس البيت. وانت انسان شرير، انسان واطي، انسان خاين وكذاب. لازم تقتلني قلب الاول قبل ما تمد ايدك على امي. نحن اليوم كنا عند عمي نبيل ونجوى، وعمي نبيل رجعت له الذاكره، وهو وبناته لازم حقهم يرجع لهم. يعني هيدا العز اللي انت فيه منه لا من حقك ولا من حقي ولا من حق اي انسان الا عمي وبناته. انتوا اكيد كذابين، اكيد كذابين، او فقدتوا عقلكم. طلع فينا منيح كمان، شوف مين فينا اللي فقد عقله. كيف؟ فهمني كيف قدرت تعمل هيك بخيك؟ تتركه بايام الحرب يواجه مصيره؟ كيف؟ فهمني. لو الله حط ميروة بطريقه شو كان رح يصير فيه؟ فكرت فيه شي نهار؟ عتلت همه؟ قلت يا ترى شو صار فيك يا خيي؟ اكيد لا، لانه المصاري عم يتلك عقلك وتفكيرك وقلبك. لو كنت بعرفك على حقيقتك دقيقة واحدة ما كنت عشت معك، دقيقة واحدة. بسببك انت انتحرت ندى وسوسن. كيف قدرت تعيش كل هالايام وكأنك مش عامل شي؟ كيف؟ فهمني. شو يا سيد كمال؟ مش قادر تحكي؟ مش قادر تجاوب يا مجرم؟ بدي بقى أي شيء فرقنا عن بعض، وبوعدكم من اليوم وبالرايح ما بقى رح يكون في شيء مخبى. آخ شو تعذبت لحتى أقعد معكم هيدي القعدة. يا ريت ما تبعت عايشة تشوفنا كيف صرنا. عم برسم لون الأحلام والحلا فيها مكتوب، عسطور بتكتب إياه لدمعة تحكي ولغروب. عم برسم لون الأحلام والحلا فيها مكتوب، عسطور بتكتب إياه لدمعة تحكي ولغروب. عم بحكي قصة وجع، عطر الفرح ما بينشم، شريان الوفا مقطع وبينطر حنان الأم. عم بحكي قصة حنين. الو نبيل، ليه انت عم ترد على تليفون هنادي؟ مريم ما تخافي، هنادي منيحه، بس كانوا امير وامه هون وعرفت انه ابن عم. عرفت؟ صار معها شيء؟ هي منيحه؟ صدقيني هنادي منيحه، مش رح خبي عليكي شيء. انت امها يا مريم. دخيلك يا نبيل، هنادي حساسي كتير وأي شيء رح يأثر عليها، خصوصي بعد كل اللي صار معها.
صدقيني يا نادي منيحة، وهي هلا مع سلمى ونجوى ومعي أنا. أي ساعة رح ترجع على البيت؟ فينا ناخدها منك اليوم تنام عنا. خليها تبقى مع أختها، سلمى كمان كتير تعبانة. ولو يا نبيل ما بدها إذن لتنام عند بيا. لو بتروح بالليل على اي اوتيل احسن من هون؟ جو البيت صار بيخنق. برايك مزبوط نتركه لوحده وبالحاله؟ ما تخاف عليه، الاشرار عمره طويل، بعدين انت مش مجبور تجي معي. طيب خليني انا وصلك لاعرف وين انت واطمن عنك. حكيت مع مريم وانت رح تبقي الليله هون مع اختك. خبرتها شو صار معنا؟ ايه خبرتها. هلا بتكون كتير قلقانة علي. ما تعرف لي هم، أنا طمنتها وقلت لها إنك منيحة. أنت رح تبقى معنا؟ ما في محل ننام كلنا. ولو نبيل بتناموا بغرفتي وأنا بنام بغرفة مازن. Good night. Good night. Mama? Baba? ماما؟ بابا؟ ليش ما بيت مع أمك؟ ليش عملت هيك بابا؟ شو كان صار لو حضنت خيك وقفت حده؟ توفرت عذاب وقهر ناس كتير وموت ناس كتير كمان. سلمى اللي تعرفت عليها هون بالبيت هي بنت عمي نبيل. أنا بحبها كتير بس هلأ مش قادر أتطلع فيها أو أرفع راسي قدامها. رح ترد كل شي لعمي لأنه مش من حقنا نتنعم بأمواله وهو بعده عايش، وأكيد ما رح تأذيه لا هلأ ولا بعدين، لأنه لا أنا ولا أولاده رح نسكت على أي شي بيطلع منك بابا. كيف قصدك يا زي؟ تقتله مثلا؟ شايفنا قدامك قاتل؟ اللي عملته بالماضي بيشبه القتل بابا. أنا برأيي إذا فيك تركع تحت إجري وتطلب منه السماح يكون أحسن إلك ولضميرك. خلينا نحل هالخلاف بطريقة حلوة وكل مين ياخد حقه من دون دعاوى ومحاكم.
لأنه هيدي المرة أنت خسران. محامين الدنيا ما بيقدروا يخلوك تحتفظ بأموال عمي وأملاكه. طلع لبرا، طلع لبرا. هذا كل اللي طلع معك؟ رح أطلع لبرا، تكرم عينك. اللي بيشوفك بيفتكر انه البنت تركتنا او سافرت. هيدي اول مرة بنتي بتنام برات البيت. الى اكتر من 20 سنة بتنام عنا بالبيت. معلش خليها ليلة تنام حد اختها. لو كان بيحبني انا اكيد ما كنت رح اتخلى عنه. القصة صارت لما كنا بعدنا صغار سلمى. كلنا ضحية. انت اللي عم تحكي هيك؟ فكرك بهيدي الايام سهل انك تلاقي الحب؟ انا لو لقيته كنت مسكت فيه بايدي وباجري مثل ما بقولوا. بس الحب الحقيقي طبعا. عم تضحي بقلبك كرمالي انا؟ انا شايفة منيح انه الحب موجود بيناتكم سلمى. واللي انت هلا عم بتحسيه مش مرض او وجع راس، لا. اللي انت هلا عم تحسيه بيقولوا له وجع القلب. أصعب وجع بالدنيا هو وجع الحب. سأليني لإلي، أنا مجربة وبعرف. بس الحمد لله قدرت أطلع وأفهم إنه أمير بحبك أنت. هو هلأ مش رح يعمل أي شيء ولا رح يجرب يحكيك أو يشرح موقف، لأنه ضايع ومخجول من بيه. رح يحسها صعب شوي. شو يعني؟ يعني إذا بدك إياه لازم أنت تحكي وتحسسي إنك حده بكل شيء، وأنه اللي صار ما أثر على حبك لإله. بس هو اللي تركني. تركك لأنه مجروح، وجرح اللي هو فيه صعب كتير. أو إذا بدك فيك تدقي له هلأ وتقلي له أنه كل شي بيناتنا انتهى وما بقى بدي شوفك. والتانية أصعب كتير من الأولى صدقيني. طيب أنا رح أتركك تفكري شوي وترتاحي. بدي أقوم أشرب شوية مي وشم هوا. بعدك واعي؟ كيف صرتي انت؟ منيحة. وسلمى؟ سلمى كمان منيحة. بتعرفي؟ رغم كل شيء صار بيناتكم انا بحسدكم. ليش؟ بتمنى يكون عندي خي. في عندك اختين مازن، انا وسلمى ما منكفي؟ لا، عندي اخت وحدة هنادي. ما بدك ياني كون اختك؟ بصراحة؟ ما كنت طيق. كنت اكرهك كتير وحس انك انسانة بشعة وتافهة. بس اكيد لما عرفت انك اخت لسلمى تغيرت الامور كتير وتغير شعوري تجاهك. اليوم لما غمرتك على الدرج فعلا حسيت ان عندي اختين وحبيتك قد ما بحب اختي سلمى. المزرعة شفتها؟ صراحة شفتها من برا، ما قدرت فوت لشوها. ليه؟ كان الباب مسكر وشبابيك مسكر. شباك يا مختار عادي، هيدي المزرعة ملكه ومن حقه يقفل. طيب ليه؟ شو السبب؟ مزرعة مهجورة ما حدا بيروح عليها، ليش اقفلها؟ انت شاكك بشي يا مختار؟ معقول فيها سلاح ومخدرات؟ ما بعرف شو فيها، صار عندي الحشرية يعني. شو عم تفكر؟ بدي شوف هيدا الوسخ شو مخبى جوا، إذا فيها مخدرات أو سلاح
بدي بلغ عنه خليه يقضي كل ايامه بالحبس. كمال شو مخبى بالمزرعة؟ شو؟ حكيتي مع هنادي؟ ما حكينا كتير، يعني كان صاير فينا مثل عم بيتعرفوا على بعض. طبيعي هيدا الشي يصير حبيبتي، أي حدا مع الوقت بيكتشف أهله الحقيقيين رح يكون ملبك وضايع، كيف إذا بيكون في بيناتهم مشاكل؟ بس هيدا الشي مع الوقت رح تنسوه، كل شي رح يصير حلو بنظرك أنت وهنادي. بالنهاية أنتو خيات وما إلكن إلا بعض. يا ريت ماما، يا ريت فينا نفك حاجز الخوف اللي بيناتنا ونتصرف مثل الإخوة. كل شي مع الوقت بيصير حبيبتي، كل شي. معقول هنادي تضحي بسعادتها كرمالي وتطلب مني ما أترك أمير؟ بتضحي بكل شي، مثل ما أنت كنت بدك تضحي بحبك لأمير وتتركيه كرمالها. القلب والمشاعر بيأثروا كتير على الإنسان، لما بحس إنه الإنسان اللي عم يتعذب قدامه هو خيه من لحمه ودمه، حتى لو كان ما بيعرف يعبر منيح عن هيدا الشي، بس هيدا الشي ببين ما بيقدر يخبيه. هنادي كانت رافضة تشوفك أو تحكي معك، بس لما عرفت إنك مريضة إجت لعندك. قلبها ومشاعرها هن يلي جيبوها، مثل ما قلبك هيديك الليلة أخدك لعندها على المستشفى. فهمت شو قصدي حبيبتي؟ أنا رح روح مشوار وأرجع، أنت رح تكون منيحة؟ وين رايحة؟ بدي روح شوف المختار، المفروض اليوم يطلع من المستشفى. عيب، مش حلوة نتركه لوحده. أنا منيحة، ما تخافي علي. يلا قومي، بدي ألبس. اقتلها؟ ليش بطلت تحبها هلا؟ طيب شو اللي تغير؟ خيي نبيل طلع عايش، يعني صارت بتشكل علينا خطر. خطر عليك انت؟ انا شو دخلني بالموضوع؟ شو بك علاء؟ نسيت انك شريكي بكل اللي صار؟ بدك تقتلها وهلا كمان. وشو بدي اعمل فيها بعد ما تموت؟ شو بك اليوم مسكر راسك؟ ادفنها، ادفنها بأي قرنة وريحني منها. طيب دخلك؟ كيف عرفت انه خيك نبيل بعده عايش؟ عمول اللي عم قلك اياه وبلا كترة حكي علاء. بدك تنتبه على صحتك يا مختار، وإلا رح تروح فيها. أنا قلت له هيدا الشيء. إذا بتشوفه نزل يشتغل بالأرض دغري بتتصل فيي. شو؟ متفقين اثنينكم علي؟ نحن متفقين نحافظ لك على صحتك يا مختار. شو بدي أعمل أنا هلأ؟ شو بدي أعمل؟ إذا عارف إني بعد ما قتلتها ليش إني جنونه؟ والله ليش إني جنونه؟ فكرت كتير بالحكي اللي قلت لي اياه يا مختار، وقررت اني فوت على المزرعه وشوف شو عم بصير جوا. بدي اعرف كمال شو عم يشتري. والحديد؟ ولو يا مختار، شو الحديد ما بينقص؟ رجاء خبرني شو بصير معك. اكيد. امنت لك المبلغ كله،
مرقت الصبح على البنك وحولت لك اياهم. بشكرك كثير بابا، وبعدك انه رح ارجع رد لك. اني ما بدي ترد لي شيء، هودو مصرياتك حبيبي. الله يخلي لي اياك. اي متى رح ترجع؟ شيء اسبوع تكون صفيت اموري مع الشركات اللي نصب عليها جهاد، وتدفع المصاري للعالم. انتبه على حالك. أعطيته المصاري؟ أكيد بدي أعطيه، هذا ابني الوحيد. شو بدك أعمل يعني؟ اتركه يغرق أنا عم أتفرج عليه؟ بس يرجع من السفر لازم تتصالحي معه والمي ترجع لمجاريها. تعرفي على البنت، شو راح تخسري؟ إذا حبيتيها خير، وإذا ما حبيتيها خلي العلاقة معها رسمية بدون ما تجرحي ابني. بدي أقوله يا رولا، بالنهاية هو اللي رح يقضي حياته معه مش أنت. مش مصدق عيوني نبيل، حس كأني بحلم. ولا مرة شكيت إنه ممكن تكون بعدك عايش، ولا لحظة شكيت إنه كمال ممكن يطلع منه كل هالشي. بتذكر هيديك اللحظة كتير منيح يا ليلى، لما كنت بالمستشفى وفاقت الذاكرة وسألوا الدكتور عني، أكرني قال إنه هيدا مش خي، وصار يبكي ويقول ويلك يا خي. كان ساعتها عم ينكرني كرمال المصاري وكرمال يبقوا بناتي لوحده ما معهم مين يحميهم يدافع عنهم. مش بس حرمهم من بيهم، حرمهم من أمهم كمان. ليلى، قد ما يكون قلبي محروق متضايقة، مش رح تحس باللي أنا حسيت فيه. مش رح تقدري تتخيلي قسوة وصعوبة الحياة لما تعرفي إنه خيك من لحمك ودمك هو اللي دمر لك حياتك وحرمك من بناتك وعائلتي بدون ما يرفلوا جفن. انت منين تعرفت على نبيل؟ كيف عرف انك ابني؟ كيف قدر يوصل لك؟ هذا كل همك؟ كيف قدر عمي يوصلي؟ ما عم تفكر شو معقول يصير فينا؟ شو رح يصير يعني؟ رح يقتلني؟ إذا هيك بده ليه ما عملها؟ ليه مخبى؟ ليه لهلا ما بين؟ كنت متوقع أشوف منك غير هيك. شوية أسف، شوية ندم أو شوية وجع ضمير. فيك تخبرني شو كان بده؟ ليه عم يبعت كل هالصور، عم يعمل كل هالحركات؟ بده ينتقم مني؟ بده يجنني؟ أنا كمال العاصي، أنا ما بخاف من ولا مخلوق على وجه الأرض. بس في عدالة لازم تخاف منها. عن أي عدالة عم تحكي؟ العدالة إنه جدك يكتب له كل شيء باسمه ويتركني أنا من دون ولا شيء؟ لا يسأل عني ولا يفكر فيي. أكيد هو السبب، ضحك عليه وخليه يعمل هيك. العدالة بتقول إنه يزوجني إمه قسما عني وبالاخر يعطيني شوية كاش ويقول لي هيدا حقك. بس كل هيدا ما بيبرر غلطك معه.
مش من عادل انك تحرمه من مرته وولاده وتتخلى عنه بالوضع اللي كان فيه. كان بيستاهل اكتر من هيك، اكتر من هيك. لو كنت قادر اقتله ما كنت قصرت ابدا. كاني عم شوف حدا تاني غير بيي. ما كاني لا عشت معك ولا بعرفك. انا عم تفاجئ منك كتير. انا عم تخاف منك كمان العاصي. وهلا شو بده؟ بدي ياخد املاكه ومصرياته؟ ياخدهم. بس انا كمان في الي حق ولازم ياخده. حق؟ اي حق عم تحكي عنه؟ اي حق؟ رد علي، اي حق؟ حق من الشغل اللي اشتغلته كل هالسنين، حق من التعب اللي تعبته على الشركات والمعامل والاراضي والعقارات. بس هيدول مش من حقنا. كل شيء من حقي انا، كل شيء من حقي انا. انا اللي تعبت، انا اللي تعبت واشتغلت وكبرت اسم شركات العاصي لصارت اكبر شركه بالبلد. هلا بعد كل هالسنين جاي ياخد كل شيء ويتنعم بتعبي، بتعبي انا. انت اللي بعدته عنا كل هالسنين. انت سبب كل شيء صار معه ومع بنات عمي ومع مرت عمي ندى. ليش انا شو عملت لها؟ شو عملت لها؟ ولا شيء. خليتها تفكر انه زوجها مات حتى جنت وانتحرت. كيف كنت عايش مرتاح وانت عامل كل هيدا الشيء؟ كيف كنت قادر تاكل وتنام وتضحك؟ وين كان ضميرك؟ وين كان قلبك؟ أنا هلا ما عم بعرف شو بدي أعمل. كيف بتصرف؟ ضايع. أنا ضايع. بحبك ولا بكرهك؟ بوقف حدك ولا بتركك؟ سامحك ولا بضب أغراضي وبفل وما برجع؟ برسم لون الأحلام والحلا فيها مكتوب عسطور بتكتب أيام لدمعة تحكي ولغروب. عم برسم لون الأحلام والحلا فيها مكتوب عسطور بتكتب أيام لدمعة تحكي ولغروب. عم بحكي قصة وجع قطر الفرح ما بينشم شريان الوجع
فانقطع وبينطر حنان الام. عم بحكي قصة حنين مرسومي بكتاب الهم مزروعة بهوى تشرين واسقيها حنين الدم. لولا حبك الأوفى ما كان العشق انكتب، من دونك صرت المنفى اشرب من كاس التعب. لولا حبك الأوفى ما كان العشق انكتب، من دونك صرت المنفى اشرب من كاس التعب. عم بحكي قصة وجع قطر الفرح ما بينشم، شريان الوفا انقطع وبينطر حنان الام. عم بحكي قصة حنين مرسومي بكتاب الهم مزروعة بهوى تشرين واسقيها حنين.